بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونواصل الكلام مع الآيات، وقد انتهينا إلى قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا. لما ذكر سبحانه وتعالى أنه يجازي بالخير من يعمل الحسنات ويضاعفها لأصحابها ولو قلت، في الآية التي قبل هذه: من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. لما ذكر هذا سبحانه وتعالى تطلعت النفوس إلى معرفة ما هي الصالحات التي يكون جزاؤها الجنة. بيّن الله ذلك في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا هو العمل الذي يسبب دخول الجنة، أن يسلم العبد وجهه لله وأن يكون محسنا ويتبع ملة إبراهيم عليه السلام. أما إسلام الوجه فمعناه إخلاص النية لله عز وجل، بأن تكون نية المسلم في العمل خالصة لوجه الله، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا قصد لغير الله، فإن ذلك لا يعد عملا صالحا، وإنما يعد شركا يضر صاحبه ولا ينفعه. هذا هو الإخلاص. وإسلام الوجه أي القصد، إسلام الوجه يعني تخليص القصد لله عز وجل في العمل. ومن أحسن دينا أي لا أحد أحسن من هذا الدين الذي يجمع بين هذين الأمرين: إخلاص العمل لله عز وجل والإحسان فيه. ومعنى الإحسان في العمل أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاليا من البدع والخرافات. فإن العمل وإن كان خالصا لله ويقصد به صاحبه وجه الله، لكن إذا كان على غير طريقة مشروعة فإنه يكون ضلالا ووبالا على صاحبه. فالعمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الشرط الأول إخلاص العمل لله عز وجل بأن لا يكون فيه شائبة شرك ولا قصد لغير الله، والشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه بدعة ولا خرافة، وإنما هو موافق لشريعة الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه وإن صلحت نيته. فقوله تعالى: من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يبين شروط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. ولهذا قال جل وعلا:
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، بل قال أيكم أحسن. فالعبرة بحسن العمل لا بكثرته، قد يكون كثيرا ولكنه ليس حسنا، بأن يفقد الشرطين أو أحدهما. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا لوجه الله تعالى. ثم قال واتبع ملة إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فإنهم هم الذين اتبعوا ملة إبراهيم. قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله ولي المؤمنين. قال الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف معناه المقبل بكليته على الله، وهذا هو الإخلاص لله عز وجل، المعرض عما سوى الله جل وعلا، هذا هو الإخلاص، وهو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فمن كان يريد الحنيفية ملة إبراهيم التي يدخل صاحبها الجنة فعليه أن يتبع هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المقتدي بإبراهيم والمبعوث أيضا بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما عدا ملة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة، لأن الدين والإسلام انحصر في دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فلم يبقى دين آخر يقبل عند الله. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به واتباعه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. أما من زعم أنه يدخل الجنة وهو على دين غير دين هذا الرسول فإنه كاذب. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم قال جل وعلا مبينا فضل إبراهيم ومكانته عند الله اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي محبوبا له سبحانه وتعالى أعلى درجات المحبة، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.